بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم جميعا، كل مشاهدينا الاماجد، اهلا بكم في حلقه جديده وضيف جديد من برنامجكم بطاقه حب للجميع. اسعد ان اقدم هذه البطاقه انا وزميلتي منى. منى مساء الخير. مساء الخير احمد، مساء الخير كل من يتابع شاشه الحريه والجمال عبر هذا التلاقي المسائي الجميل، ودائما الوفاء لاهل العطاء في كافه المجالات المختلفه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، لكن اليوم حنجيب قدام مجال مختلف هو المجال الطبي، ومعانا ضيف عزيز جدا هو الدكتور كمال محمد احمد ابو سين. نقول لك مساء الخير، منورنا. مساء الخير واهلا بك. السلام عليكم دكتور، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك، اهلا بك. مساء الخير عليك. الله يخليك، يديك العافيه. الله يخليك، تسلم. تفضل. اذن ضيف طاقتنا اعزائي المشاهدين هو الدكتور كمال محمد احمد ابو سين. اذا مشاهدينا احنا وانتم حنبدا دائما وزي ما عودناكم في بطاقه حب للجميع، بنبدا في بدايه الحلقه بالسيره الذاتيه لضيف الحلقه. في المدرسه هي مدرسه المناقل الاميريه المتوسطه حنتوب الثانويه، كليه الطب جامعه الخرطوم في العام 1981، زماله كليه الجراحين الملكيه ايرلندا، زماله كليه الجراحه بلندن اسكتلندا وايرلندا، ثاني طبيب سوداني يحصل على هذا المؤهل، دبلوم جراحة مناظير من فرنسا. وكذلك مشاهدينا 27 أوراق علمية وبحوث طبية معظمها في مجال زراعة الأعضاء. أيضا أول طبيب يقوم بزراعة كلى لطفل في السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك مشاهدينا الكرام هو أول طبيب يقوم بزراعة كلى في وزارة الصحة النيجيرية على الإطلاق، أول من قام بزراعة حالب بقرة لمريض في بريطانيا، كذلك أول طبيب زرع كلى مشاهدينا في مستشفى الشيخ زايد للعسكري، عمل بالمملكة العربية السعودية مستشفى الشميسي بالرياض ومستشفى الملك فهد بالهفوف، استشاري أول للجراحة العامة وزراعة الكلى، أيضا زراعة الأعضاء منذ 24 سنة بجمهورية إيرلندا وبريطانيا العظمى، نال وسام الجدارة من رئيس الجمهورية والدكتوراه الفخرية من جامعة الجزيرة مدني. أهلا وسهلا بك دكتور كمال، وسيرة تحكي عن تاريخ طويل جدا مع العلاج ومع الأمراض ومع الزراعة ومع أشياء كثيرة متعددة. أهلا وسهلا بك، منورنا الليلة. أسلم أحمد، وأهلا يا منى، وأهلا بالمشاهدين. وهي تحكي معاناة، يمكن بقدر ما المريض بيعاني الطبيب بيعاني، عشان ما تشفي مريض يعني المعاناة بتاعتك بتكون كبيرة شديد، بالذات أيام حنتوب وكلية الطب والمذاكرة والامتحانات. وافتكر واحد مننا في الامتحان بتاع الشفهي قدموا له شربات عشان يهديوه شوية في الامتحان، فقال البول ده متعكر جدا وأكيد مليان بكتيريا ومليان بروتين، والعيال ده يكون عنده فشل كلوي، بلاش اشرب الليمون وبعدين نتكلم في الفشل. دي المعاناه بتاعتنا يعني. والله معاناه طويله، ونحن ذاتك ذكرت اننا نكب لكم ضيفك الليله باي حاجه. جميل جدا. نعم. أنا احنا قلت يعني ده حلو مر، ورمضان ده فاجأنا مرة تانية ولا شنو؟ لكن رمضان قرب على فكرة. لك التحية وإطلالة أكيد مميزة بوجودك دكتور كمال أبو سين. وفي البداية وإحنا بنتضيف وبنشرب العصير دايرين نتكلم عن المولد وعن النشأة في البدايات. يعني المولد في قرية أرجي، وطبعا ابو سندي الناس بيخرجوني من البطانه، وانا شفت رفاعة يمكن قبل 6 7 شهور وتشرفت بيها، وديل بقول لهم ده ابو سين الاصلي، ونحن تايوان الشماليه. الاصلي من الشماليه يعني؟ لا الاصلي من الشماليه بالتاكيد، ما ابو سين بتاع رفاعة، ولكن التحيه لناس رفاعة وناس الشكريه لما عرفوني انا ما منهم، قالوا لي خلاص احنا بنديك الشكريه الفخريه بالاضافه للفخريات اللي ذكرتوها دي، المفروض تذكر الشكريه الفخريه. كان ضيفنا احلى ذاتيه. وارجي دي يعني زي ما قلت انا هي عباره عن جزء من منظومه بتاعت عقد، هي كرمكول ودبه الفقره والدبه والكرد وارجي تحلي جيت
نهر النيل عندما ينحني في المنطقة دي. وهل نبالغ شوية جدا؟ قالوا النيل حال تأدبا لعظماء هذه المنطقة ومنهم الطيب صالح. صحيح. والمقولة دي إلى حد ما ممكن تكون صحيحة يعني الجغرافيا ما بتكذب. فأرقي نعم يا سلام. وزي ما قلت قبل كده أنا مفروض أكون يسموني رمضان أبو سن لأنه تولدت في شهر رمضان وفي الصباح يوم باكر وابتهج الوالد يعني بقدومي لأنه جيت بعد 3 بنات ومن العرب اللي بيقفزوا التمر افتكر نحن قفزوا دي انت فاتت عليك يا منى ولا بعرف قفزوا دي غايته انا ما قدرت اسوى عوالي بالامان ولا بتعرفي الفيتريته قالت مش اخف من الدموريه شويه جميل او بتعرف العطول قالت هو قال بيعرفني فعلى اي حال العربي ده جاء وقال الزول ده الولد ده اتولد في صباح رمضان لازم تسميه رمضان فالوالد اصر انه قال لي والله انت يعني اقتراحك جميل لكن انا عندي اسم طبعا زول بعد 3 بنات بيكون بيجهز الاسم نعم شعور مختلف الكمال والكمال لله نعم العافيه ايوه اتولدت في ارقي ودرست في حنتور دخلت الخلوه في ارقي والوالد هاجر داخليا لمشروع الجزيره نعم وقريت 5 مدارس ابتدائيه 5 مدارس ابتدائيه وثانوي عالي وثانوي عام وقريت حنتوب زمن حنتوب جامعه كبيره ورحلة مسيرة أستاذ كعويرة وهاشم ضيف الله والسلاوي بعلمه يداوي أستاذ حنين أستاذ شبرين وإصطيب عبد الرحمن لابن الأستاذ الجغرافيا وآخرين وكنا بنقطع بالرفاص عم عبده ورفاصه وسوق مدني وجلاسه وفول أبو ظريفة وراس النيفة راس النيفة دي برضو بتكون فاتت عليك فاتت على احمد افتكر اي واحدة قولها صلح لينا راس النيفة ده قالت لي يا ولدي البس لك طاقية ولابو ظريفة وراس النيفة وبعد ذاك بنجي لابو عنجة اللي هي الداخلية اللي انا قريت فيها عنجة الدابي وابو الكيلك والكنتري ريس ما شاء الله وعم حسن حسن الشاطر ده واحد من الصورات بنقول له حسن الشاطر الصور الماهر يا سلام بعد ذلك بنجي لباقي العقد الفريد يعني دي من كتاباتي الخربشات على جدار الذاكره نعم يعني التنقل ما بين مناطق مختلفه من أيوة يعني الى عمق أيوة الوسط بيوسع مداركك يعني سافر في الاسفاري 5 فوائد اهم فيها صحبه ماجد لكن بتوسع مداركك يعني احنا كنا بنتكلم شايقي بنتكلم كلام ناس الجزيرة حاجة لها حود غادي حود زح أيوة وعشان ما تجي للشمالية لازم تمر بالخرطوم بتاخد برضو كلام ناس الخرطوم وبتنزل مع عمامك وأخوالك وكده ولدت فوقي نوع من القلق يعني انا قريت 5 مدارس ابتدائية بقيت ما بتحمل وقت في مستشفى اكثر من 5 6 سنة دي مشكلة كبيرة انا بس يعني عايز اجيب في التجربة بتاعت الـ5 مدارس ايوه في الابتدائي في عمر صغير تندر يعني انا داري اشوف الحاجة ده اضافت لك شنو ما دي حاجة غريبة على الناس ما في زول قرا يعني 5 مدارس ابتدائية يعني لانه الوالد كان شغال في مشروع الجزيرة كنا بنكون في مكاتب او قناطر ف انت بين الغضبين الام والاب والجيران محدودين جدا يعني والدي كان مصر انه يصنع مني رجل وانا طفل يعني وزرعته وحشيت وكذبته ورفعت التقلت وشرخته واستعملته الواسوك والنوريك وركبت تلكي في الساقيه ولقطت الخضره والبامية وكان غدايا بالمفروكة وفطوري بالويكاب وملاح متكشو وملاح الروب وتبش الظهرة والموليتة والكداد ولسان الطير والحتة بتاعتنا لك بتقوم الصباح وما عارف هتمشي هاتو مدرسة والمدارس ذاتها انت وحظك يعني لو تنقلت لمكتب هتمشي بعربية المفتش وبتكون مبسوط جدا ولو تنقلت لقنطرة هتركب الحمار
وأسوأ أيام الحمير أنه الحمار يقوم يقلع البرمندي اللي هي دي اللي بيربطوا بها الحمار ويروح جاري تمشي أنت بكرعيك وتأخذ علقة لأنه ما ربطت حمارك كويس. فهي يعني كانت مسؤولية كبيرة جدا لأنه تكون أنت بتقرا على مدرسة على بعد 8 كيلو وتمشي وتقرا وفطورك تكون شايله معاك وتجي راجع والمعاناة بتاعت الرجعة. بعد ذاك حكاية أنه يكون عندك أقران وأصحاب في خلال 4 سنة اتغيرت 4 مرات لأربع مناطق ومناطق متباعدة جدا، ثقافات مختلفة وشخصيات تسترتش يور مايند، يعني بتمط العقل بتاعك في أنه استيعابك يكون أكبر، احتمالك للآخر يكون أكبر، تعلمك للغة والأكسنت اللهجات واللكنة اللي هي دي برضو لما مشينا بريطانيا عندهم الشوايق بيجروا الإنجليزي شوايق بريطانيا وعندهم يعني مثلا في أيرلندا هاو ار يو وفي إنجلترا هاو ار يو، يعني المسائل دي خلتك لما تسافر انت ذاته حكاية انك تتنقل من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة ما بكون فيها معاناة كثيرة، تتكيف يعني مع الناس، لأنه المخ ده بيتعلم بسرعة شديدة في السنين الأولى اللي هي بسموها الفورماتيف إير، سنين التشكيلة بتاعتك يعني. فالتنقل بتاع المدارس ده أضاف لي شيء كثير في أنه يكون عندي استعداد لقبول المعلومة بناء قدرات اكزاكتلي يعني. اللي هو زي الزمن ده السمارت فون او التلفونات الذكيه دي. نعم صحيح. ايوه دكتور، خلينا يعني هي المحطه مليانه باشياء كثيره وبالذكريات، لكن خلينا طوالي نخفز نمشي جامعه الخرطوم كليه الطب. شنو جابك اول شيء كليه الطب؟ يعني ما مشيت لانه اهلي عاوز اني ابقى دكتور، لانه الوالده كانت زعلانه جدا ليش ما بقيت زي اولاد اختها من الثانوي طلعوا بيكم مدرسين وجابوا الماهية وجابوا الملايات في البيت. الوالد كان حريص جدا أنه أنا أقرأ أكثر ما يمكن، لكن أكون شنو ما كان مشكلة بالنسبة لي. المهم تكمل تعليم. بالنسبة لي أنا كنت داير أكون محامي وأقعد أمسك الميكروفون ده في المحكمة وألعلع وأطلع الزور المظلوم ده وأبقيه صاحب حاجة يعني. في زمننا كلية الطب واحدة، جامعة الخرطوم كلية الطب، ونحن آخر دفعة دخلنا العلوم 800، أحسن 180 منهم بيمشوا الطب، البعضهم 20 بيمشوا الأسنان، البعضهم 40 بيمشوا الصيدلة، والبقية they cross the bridge بيقطعوا الكوبري بتاع النيل الأزرق للزراعة، ده أقول الباطنية للزراعة والبصري. فمن غير ما تشعر بتلقى نفسك انه انت في المعترك بتاع انه عاوز تثبت انك انت شاطر وانك كريم اوف ذا كريم، يعني زبده الزبده، وخشيت الكليه. وبالتالي يمكن كان ده هنا يعني اسال ايوه عيالي ما فكروا بالتفكير بتاعي المتخلف شويه ده. فده دخلني الجامعه، يعني انا بعد حنتوب دخلت الجامعه الخرطوم سهر ما نوم، عبد الله الطيب مدير الجامعة والضو مختار وعقليته اللامعة، وفي التشريح منقوشي، وفي التوليد حداد كروم وأولاد النعيم وحنبر الحريم وسكر سكر في الفسيولوجي ده بروفيسور بتاع الفسيولوجي، وأستاذ منشد أكلنا البلدي في الامتحانات. وبعد ذاك الرابطة تنادي كأجمل نادي، أنا كنت سكرتير الرابطة في كلية الطب، و يعني استذكار شديد في البغدادي والرازي قاعة الدرس في الجامعة، وأساس دهنوت سهى ولها، وفي الجروب كوسر ما شاء الله ومها. ذكريات الشغل يعني الكلام ده، هل دي قصيدة مكتوبة ولا لا؟ يعني ولا السجع ده من وين تولد المسائل دي؟ ودي فترة محفورة في الذاكرة، والذاكرة كانت متغدة في الوقت ذاك يعني. يعني هسه انا حعاني في الصورة اللي حتخطوها لي دي، لأنه عندما تشيخ الخلايا
وبعد عمر الأربعين خلايا الذاكرة بتنزل بنسبة 1%. ربنا يديك الصحة والعافية. وأنا حاسة إنه يعني الترتيب الجميل اللي أنت بتسرد فيه في حياتك وذكرياتك، أنا حاسة إنك أنت عندك شخصية تانية غير شخصية الدكتور حنعرفها. لكن قبل كده أنا دايرة أشوف بعد القفزة من جامعة الخرطوم، القفزة لكلية الطب، وأول عملية جراحية أنت عملتها وكان تستحق إنه يصفقوا لك فيها وتستحق إنه يقول لك إنك أنت جدير بالإعجاب والإحترام. أنا قررت أكون جراح من سنة ثالثة طب، لأنه في سنة ثانية شاكلنا أنا واحد زميلي اسمه كمال عثمان، كمال درس في إنجلترا جراح بتاع أوعية دموية، وشاكلنا في أنه كل 10 بيدوم زول الميت، الزول الميت ده بيقولوا في زول دايرين يمسك العدة بتاعت التشريح عشان يكون رئيس الجروب، وكل بيقطع ويشوف الأعصاب وين والراس ده فيه شنو كده. فأنا وكمال البقية الناس كشوا من حكاية يقطعوا، أنا وكمال اتشاكلنا في أنه مين الهناي، فقلنا خلاص مين يقطع. فالزول ده أصلا بيقعد معاك سنتين، فقلنا خلاص سنة العدة معاي وسنة مع كمال. بعد ذاك رمينا طول الكتابة، طلعت أنا الكسبان، بديت في التشريح بتاع الزول الميت. لكن أول عملية، لأنه كنت مصر في حكاية الجراحة، أنا بديت بالنساء والولادة كان في الدايات، وكنت البوز بتاعي الحارس حمد ربنا يرحمه ويغفر له وصادق ناس كبار بتاع النساء والولادة. فقلت لي دكتور الحارس يعني لازم تخليني أعمل عملية قيصرية. احكي لنا الخوف والقلق في اللحظة ديك. لا هو شوفي، الخوف هو نحن ما بنبدأ من سنة أولى بنشرح الضفدعة، فأنا بشرح في الضفدعة، البير اللي معايا كان بيت قبطية اسمها إلسي، فلما أنا بديت أقطع في الضفدعة اتلفت لقيت إلسي ما فيشها، لما عينت لقيتها تحت المقعد وقعت داخل. فالدوخان والخوف بينتهي بالهناية دا، يعني بتشرح الأرنب، بتشرح الكاكروتش اللي هو الصرصور، بتشرح بتمشي للسمكة، وبعد ذاك بتمشي طوال بيدوك زول ميت سنتين، وإن كانت دي حصلت فيها حوادث أنه واحد جاي زاكر في الزول الميت، ولما انتجي لسنة تانية أخيرة بيكون معظم أجزاء الجسم بقت لوز، يعني فهو لابس الأوفر كوت، وفي واحدة من العصبات ديل قعدات برة تحت الزول الميت ده، فشبكت في الزرارة بتاعت الأوفر كوت البالتو. والراجل 4 صباحا نعس عاوز يمشي، واليد بتاعت الميت كفتته. لا حول الله. فده الخوف بيجي هنا، وجانا جاري وطبعا دسروني وهو كويس بس لكن ما خش جراح. فيبقى مواقف صعبة مسألة الخوف دي. يلا بعد ذاك انت بتمشي بتجبس الكسور، بتمشي مستشفى ابن عوف ربنا يديه الصحة والعافية، بتعمل فتح الوريد. انا كان قريبي عبد الرحيم محمد احمد بتاع العظام، فاداني فرصه كويسه في انه اي كسر نجبره ونخد الجبس. بعد ذاك تخيط الجروح، الكلام ده كله انت طالب في سنه خامسه لازم تولي لك 30 مره، انا مشيت خشم القربه وولدت 30 مره مع الدايه. فيبقى بتكون متعود على الدم، لكن في الرهبه بتاعت انه انت دي حتعملها بلاك اول عمليه كاول حاجه، لكن بيجيب معاك الاخصائي الكبير لسانه زي الاوتو بايلوت والبايلوت، يعني الطياره مفسوقه زول واحد لازم يكون في كابتن ومساعد كابتن، لو واحد حصل له قلب الثاني ينزل الطياره بسلام. فعلي حق المهم في الموضوع انه مداني الشهر الاول الشهر الثاني، الشهر الثالث قال لي خلاص الليله انت حتعمل العمليه. فللاسف اتضح انه السيده كانت حامل حمل غير شرعي، وبالتالي هنا يعني في زمننا ذاك الكلام ده ما صح، يعني هسه ايوه يعني ما مفروض الدين يعني مفروض يشتغله هو. فعلي حال بديت واشتغلت العمليه ومشت بسلام اللي هي قيصريه، وذهب الطفل للميقومه وذهبت هي الى من حيث اتت، واتمنى انه يكون الزول ده من الناس اللي حيترشح لرئاسة الجمهورية. نجحت العمل. أيوة نجحت العمل. نعم جميل جميل. ويتولد المولود كان ذكر. نعم. أيوة. ما شاء الله دكتور، نحن هنجي للسيرة الممتدة دي وهنجي لمجموعة من المحطات معك، يعني دي يا دوب كده نحن يا دوب في الأول كده. قفشات. دارين لسه نسافر ونعرف حاجات كثيرة، لكن فاصل قصير نعود من بعد المواصلات. بطاقة حب للجميع، خليكم معنا.